السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي. قبل الدخول في التفاصيل، نود التنويه مشاهدينا الكرام إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو كما ظهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نبدأ من المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بالتزامن مع ذكرى استعادة الموصل التي ترافقت مع عمليات عسكرية حولت المدينة إلى كومة من الحجارة بعد إبادة سكانها، أعاد ناشطون ومغردون التذكير بالجرائم التي اقترفها النقيب عمر نزار والذي ثبت ارتكابه لجرائم حرب في الموصل بالصوت والصورة، كما نشرتها مجلة دير شبيغل الألمانية في عام 2017. وبدلا من محاكمته على عمليات الإعدام الميدانية واغتصابه للنساء كما يرد في شهادة الصحفي علي أركادي، نزار ورفاقه في الجريمة تم ترفيعهم إلى رتب أعلى بدلا من محاسبتهم في صورة معبرة لسياسة الإفلات من العقاب في العراق. دعونا نستمع مشاهدينا الكرام لشهادة الصحفي علي أركادي قبل الانتقال لاستعراض عدد من التغريدات على وسم عمر نزار مجرم حرب الذي تفاعل عليه الناشطون خلال الساعات الماضية، فلنشاهد. بالنقيب عمر نزار وأبلغه أن راشد توفي لأنه كان في قسم التعذيب، لأنه كان عنده مشكلة في مرض القلب ولم يكن هناك أدوية. وسمعت المحادثة بين بشار وكانوا بجانبي والنقيب عمر على أن راشد بريء، وبعد بضعة ليالي اغتصب الكابتن عمر نزار زوجة راشد تغريد. الكابتن النقيب عمر نزار كان يقول سوف أخرج لك زوجك إذا أتي اليوم أنام معك أو أغتصب، فكان هيك المواضيع. دعونا نتابع جزءا من التغريدات التي وردت حول وسم عمر نزار مجرم حرب على تويتر. تغريدة من أحمد يقول عمر وحيدر مشهورين بالتعذيب والجرائم ضد الإنسانية، ومجرد ما تكتب أسماءهم في بحث جوجل تطلع تقارير دولية ومحلية موثوقة أو موثقة بالصور والفيديوهات تدين المجرم عمر نزار وحيدر علي جرائم موثقة ومسنودة بتقارير دولية، ورغم كل هذه الأدلة لم يتم محاسبتهم بل تمت ترقيتهم. صلاح حسن يقول جريمة الاعتداء على الأعراض مرعبة ومؤلمة إلى أبعد الحدود، لا يجب السكوت عنها. تحية لكل شخص حر يدافع عن هذه القضية بعيدا عن أي اصطفاف قومي عنصري طائفي. يا رب ارحمنا من هذه النماذج من الوحوش البشرية وأمراضها وقذاراتها وأنزل بهم أشد العقاب. تغريدة من علي يقول عمر نزار مجرم حرب، قتل العشرات من أهل الموصل وصلاح الدين الأبرياء بحجة داعش، وأخذ يساوم أهالي المعتقلين على أبنائهم، وبعدها عاد جريمته النكراء بقتل العشرات من ثوار تشرين في الناصرية بمجزرة جسر الزيتون. ريما تقول مجرم وقاتل ومغتصب وبالأدلة، هو الإرهاب شلون يصير؟ يعني ليش ما يتم محاسبته؟ ليش لحد الآن يتنفس هيجي قاذورات؟ المفروض للإعدام على إجرامه وعلى أعراض الناس اللي انتهكها بدون حرمة، يعني ينتهك أعراض الناس ويصير حامي عرض، وخط أحمر لابد من تقديمه للقضاء إذا أكو قضاء أصلا. الأمم المتحدة تنظر إلى القضاء العراقي على أنه فاسد وفاشل كما وصفته في تقاريرها، ومنظمة Human Rights Watch تحدثت عن القضاء في العراق بأنه محطم. ننتقل إلى موضوع آخر ضمن إطار تنامي الصراع داخل العتبات الدينية وخصوصا العتبة الحسينية. دب الخلاف مؤخرا بين طرفين متنفذين داخل العتبة، هما قاسم مصلح وأخوه علي مصلح وميليشياته المسمات لواء الطفوف المنتمية لإيران من جهة، والطرف الثاني متمثلا بعبد المهدي الكربلائي وكيل السستاني وصهره مرتضى الذي تثار حوله الكثير من الشبهات غير الأخلاقية.
المشادات حصلت داخل الصحن الحسيني بكربلاء على خلفية التغييرات الإدارية التي حصلت مؤخرا في إدارة العتبة والتي أمر بها عبد المهدي الكربلائي، والتي استبعد بموجبها علي مصلح الذي يتولى مسؤولية قسم حفظ النظام في العتبة من إدارة العتبات وتنصيب صهره مرتضى خلفا له، إضافة إلى باقي مهامه الإدارية. ناشطون قالوا أن الموضوع أشبه بمسلسل صراع العروش داخل أروقة العتبة التي تحولت إلى أشبه بالمافيا كما يقول سكان المدينة بسبب استحواذها على كل مناحي الحياة والاستثمار باسم الدين، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الفقر في المدينة وباقي مدن العراق الجنوبية. دعونا نشاهد. خلي العالم تعرف حد يحكي يا بدي خلي يحكي عبور. وين رئيس مرتضى؟ دعونا نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت حول هذا الموضوع في فيسبوك. حمزة يقول: صراع عصابات ومافيات واختلاف على تقاسم الغنائم، هكذا يرى حمزة العبيدي هذا الموضوع. سليم أو سالم الزبعي أو الزبيدي عفوا يقول: أغلب اللي بالفيديو متهمين بالمشاركة بقتل أبناء كربلاء بثورة تشرين، وهذا المشيب كان يركض بالمسدس ويرمي على المتظاهرين، نسيتوا عصابات مصلح شنو سوت؟ وهسه من آمون قبل استقالة هذا المجرم بعدما قدمها 3 مرات وتم ربضها كلها صارت تصيح رجعوا. إيكر مرتضى يقول: إذا صار مرتضى هم راح يستمر بحملة التواقيع؟ طبعا هذه في إشارة إلى جريمة أخلاقية حدثت في إحدى العتبات المقدسة الدينية. زيد العراقي يقول: إلهي يفضح أي شخص يستغل الناس باسم الدين والمذهب. كان هذا ما لدينا طبعا من المقاطع المتداولة في هذا الموضوع. ننتقل إلى قضية أخرى. يواصل خريجو كليات الهندسة تنظيم تظاهراتهم واعتصاماتهم أمام الشركات النفطية في عدد من المحافظات منذ نحو عام، وذلك للمطالبة بتعيينهم في الوقت الذي تتجاهل الحكومة مطالبهم. ففي محافظة ميسان اعتدت القوات الحكومية على المهندسين المعتصمين أمام بوابة شركة نفط ميسان وفرقتهم بالمياه وقنابل الغاز بدلا من الاستجابة لمطالبهم والاستماع إليهم. دعونا نشاهد. نبقى مع نفس الموضوع في نفس الإطار. أغلق خريجو كليات الهندسة في محافظة البصرة الطريق المؤدية إلى مصفى الشعيب النفطي، وذلك احتجاجا على التسويف الحكومي في تنفيذ مطالبهم بالتعيين.
وقال مصدر في المحافظة إن خريجي كليات الهندسة قطعوا الطريق المؤدية إلى موقع مصف الشعيب النفطي غربي البصرة ومنعوا الموظفين من الدخول احتجاجا على تسويف مطالبهم بتعيينهم في الشركات النفطية. دعونا نشاهد. 14-12 مصف الشعيبة حاليا مهندسي البصرة دعونا نتابع التعليقات التي وردت حول هذا المقطع مشاهدينا الكرام في موقع فيسبوك. في أول تعليق لدينا من الراجح يقول: هكذا يهان أصحاب الشهادات من قبل الجهلة الذين لا يعرفون قيمة الشهادة. بلد يسير عكس التيار، والله كفر وكارثة. حسين يقول: مهندس بدون تعيين في أغنى بلد نفطي، شو وقت يصير براسنا حظ وتتعين هاي الخريجين والشباب القاعدة لا شغل ولا عمل؟ بس رحمة الله. السيد زيد البطاط يقول: للأسف اللي يحكم العراق ما يعرفون غير العنف والهمجية، وإلا شنو ترش مي عليهم؟ هاي شي يسموها؟ يتساءل. وفي آخر التعليقات من محمد الإمارة يقول: إذا أصحاب الشهادات هيك الدولة تتعامل وياهم زين، ما عنده شهادة من يظاهر الدولة شو تسوي به؟ كان هناك أمثلة في ثورة تشرين تجيب على هذا التساؤل. ننتقل إلى موضوع آخر. أظهر مقطع مصور الطريق الرابطة بين مدخل بغداد الشمالي وباقي المحافظات الشمالية، والذي يعاني انهيارا شبه تام بسبب الإهمال الحكومي وغياب الصيانة والرقابة والمتابعة بعد عام 2003. دعونا نشاهد. يا الله يا الله، دخول العاصمة 2021 شهر 12 وين المحافظ؟ وين الأمين؟ وين النواب اللي يروحون ويجون على هذا الطريق، اللي هذا الطريق الدولي يربط بغداد، صلاح الدين، سامرة، الموصل؟ هذا الطريق شوفوا يا عالم، شوفوا ترى هو شارع، يعني مو في مشكلة، يعني الله. وردت تعليقات حول هذا الموضوع، دعونا نقرأها مع حضراتكم على فيسبوك. في تعليق لدينا من محمد يقول: مبالغ الرسوم للطرق والجسور أين تذهب يا سراق؟ يتساءل عن هذه الأموال. أمير العراقي يقول: إلغاء رسوم الطرق والجسور مطلب شعبي، كونه لا يتم صرف هذه الأموال أو هذه الرسوم لإعمار الشوارع. عبدو المندلاوي يقول: العلم هذا الطريق يعتبر دولي، صلاح الدين، نينوى دهوك، تركيا. ومن نهاد يقول أو تقول، ويطلع علينا ذيل مأصل ويسب ويشتم علينا من نحكي الحقيقة، إنه الحاكم الجعفري وهيهات من الذلة، حرامية وقتل وكذابين ومجرمين، ولكن البعض معجب بهم لكونهم من المذهب، لكن المذهب براء من هؤلاء الخونة. هكذا يرى الكثيرون أن الأحزاب الدينية التي جاءت إلى العراق بمسميات مختلفة هي التي أوصلت العراق والعراقيين إلى هذه المستويات المنحدرة في كل شيء. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة أنت ترى. وردنا عبر خدمة أنت ترى التي تقدمها قناة الرافدين للمشاهدين الكرام مقطع لتسريبات نفطية من مستودع الفاو النفطي بعد الأمطار الأخيرة التي تسببت بتلوث كبير في البيئة. دعونا نستمع مشاهدين الكرام لكلام مصور المقطع، والذي قال إن القضاء يطفو على بحر من النفط وأبنائه عاطلين عن العمل. دعونا نشاهد. دليل على انه يابا الفاو جاي يصير بيها تسريب، وحاليا معرضين للخطوره. هذا لا سامح الله اذا احترق، من اللي يتاثر به؟ مدير الشركه، وزير النفط، ما اعرف المسؤولين عن هذا التسريب. مو احنا اهالي الفاو من نقول ان احقيه بالتعيين، ما جايين عن بطر جايين نسولف، احنا جايين نسولف عن خطوره، عن امراض، عن عالم ما شاء الله عندنا صارت الأمراض السرطانية ما يقارب الآلاف داخل القضاء. هذا منو جاي يتحملها؟
يعني ابن القضاء امني داعب تعيين وصار له سنتين واقف ومعتصم، يعتبر شنو؟ مخرب؟ يعتبر بطران؟ هاي نريد نفتهمها، نريد نفتهمها بالخصوص من محافظ البصرة اللي همشنا بالتعيينات مالت الألفين، ونريد نفتهمها من وزير النفط السيد حسان عبد الجبار، ونريد نفتهمها من مدير شركة نفط البصرة السيد خالد حمزة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، الآن مع فقرة صندوق الوارد. وردتنا رسالة عبر منصتنا الإلكترونية في موقع فيسبوك تحديدا. دعونا نقرأ هذه الرسالة لحضراتكم مشاهدينا الكرام. الرسالة تقول: نطالب بإعفاء القروض الزراعية للمناطق المنكوبة، نريد حقوقنا بعد أن تضررت وتدمرت الأراضي الزراعية وسرقت في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالة. وزير الزراعة يريد جمع الأموال من المدن السنية رغم ما وقع عليها من حيف، ورغم خسارة المعدات الزراعية والمرشات فضلا عن تقديم الشهداء. أين الحقوق والتعويضات للبيوت المدمرة وتعويض الشهداء والمفقودين؟ ولماذا تم منع القضاء أو القضاة من تعويضنا رغم رفع الشكاوى للقضاء بشأن هذا الموضوع؟ هذا الظلم يتحمله المالكي وحكومته التي دمرت مناطقنا. راجينا إيصال أصواتنا من قبلكم. بإمكان حضراتكم مشاهدينا الكرام أن ترسلوا لنا ما تشاءون لعرضه عبر شاشتنا من خلال مواقعنا الإلكترونية المختلفة ومنصاتنا الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي. نراكم بعد قليل. الآن مع فقرة الهاشتاج. أطلق ناشطون ومغردون عراقيون وسم كفاكم متاجرة بدمائنا، موجه إلى ميليشيات الحشد الشعبي وأحزاب السلطة وإلى من يسمون أنفسهم حماة العرض، وهم أسباب كل مشاكل العراق، في صرخة مفاداها كفاكم متاجرة بدمائنا، بدماء العراقيين الذين تحولوا لوقود لأطماعكم. دعونا نقرأ لحضراتكم جزءا من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع. سدرة تقول: مواطن مصلي، حديقتي أحرثها لأزرع شيئا أحبه، لكن لم أكن أتوقع يوما أن هذه الحديقة ستكون مقبرة لبنات الأربعة. من السبب؟ إلى متى نحتفل ونشكر القادة وننسى الدماء؟ في تغريدة من أحمد يقول: كفاكم متاجرة بدمائنا، يوم النصر على الإرهاب كذبة، فالإرهاب وداعش لا زالوا يتجولون في بغداد وأمام من يسمونهم قوات أمنية. غيث يقول: 17 سنة ذول الزبايل مسوين نفسهم مجاهدين، وهم صايرين مدمغة للسفارات ويلعبون بالفلوس لعب هم وعوائلهم، ويتاجرون بدمائنا من أجل تحصيل مناصب أعلى، ومن تطلع عليهم تصير ابن سفارة. زين، إذا أنا ابن السفارة أنتم أبناء من؟ أبناء الرهبر يا حثالات، يا تجار الدماء، يا فاسدين. عمار يقول: منشور يعبر عن رأيك يساوي تهديد، كلمة تعبر عن رأيك للملأ تساوي خطف، المطالبة بحقك يساوي قتل، إلى متى يبقى العراقي هكذا؟ طبعا كانت هذه ما لدينا مشاهدينا الكرام من التغريدات التي وردت حول هذا الوسم. دائما ما نعرض جزءا بسيطا منها، وذلك لضيق الوقت. نراكم بعد قليل.
الآن مع فقرة القصص المنوعة، دعونا نتابع أول مقطع لدينا لباحثة عالمية من أصل إثيوبي، وهي رائدة في أبحاث أخلاقيات الذكاء الاصطناعي بشركة جوجل المعروفة. جرى فصلها وسط اتهامات للشركة بممارسة العنصرية والتمييز. دعونا نتعرف على تفاصيل أكثر للقصة مع موقع أي جي بلس عربي. نتابع أيضا مع العنصرية نبقى، الوجه القبيح للعالم الآخر، أسرة سورية تتعرض للعنصرية والاعتداء بالألعاب النارية في هولندا، دعونا نشاهد. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.